احنا كنا بنتحرك واقفين قصاد قصاد المحكمه. فجاه كده لقينا انفجار جامد وكان في عربيتين قدامنا. العربيتين اللي قدامنا والعربيه اللي احنا راكبينها كل الازاز اللي فيها اتكسر. ونتيجه الضغط بتاع القنبله وقع الازاز بتاع المباني. يعني لو تعرف المباني هنا كان يعني ضغط جامد جدا. لا ازاي انا نزلت اهو الحمد لله، يعني ليه ما نزلتش؟ ليه ده بلدي، ما كنتش انا يعني اقول لا اقول نعم وانزل لبلدي، انزل لمين؟ والله بالعكس ده ادوا حماسه اكتر للناس ان هي اللي كانت مش قادره تنزل او مش عايزه تنزل او بتفكر تنزل بكره ولا حاجه، ادوها حماسه اكتر تنزل دلوقتي بقى، على دليل ان الناس كلها كترت دلوقتي ونزلت واللجان كلها اتزحمت والحمد لله. يعني انا كنا قاعدين الساعه 7 و10 بنستلم الشغل جرانين وكده وقاعدين اتلاقينا انفجار شديد شديد قوي وحاجات طايره وهزت بتاع كيلو ورا وكيلو قدام، يعني كيلو لحد احمد عرابي وكيلو لحد امبابه من جوه. الانفجار كان جامد قوي. انا ساكن في شارع السودان هنا هو قدام الجراج. اول ما سمعت ان في انفجار وجالي على النت نزلت لبست ونزلت على طول ورحت انتخبت دلوقتي. وانا بنتخب وانا بستفتي دموع نزلت من عيني عشان احفادي وعشان اولادي وعشان مصر اللي احنا عايزينها تبقى في امان وفي سلام وان البلد تتقدم لقدام وان كل المصريين لازم يساهموا في الاستفتاء ده ومحدش يقعد في بيته لان دي بلدنا ودي مصرينا ودي ولادنا ومستقبل احفادنا اللي لازم ندافع عنه بكل ما اوتينا من قوه. واتمنى ان شاء الله الخير لمصر والفريق السيسي، ربنا يعينه على الشيله الثقيله اللي هو عايشلها، ها لان هو بطل ويستاهل كل خير. واحساسه الوطني ده هو اللي مخلينا كلنا نقف وراه وندعمه علشان بلدنا وعشان ولادنا وعشان احفادنا وعشان مستقبل مصر كلها.